التدرج يا شباب، التدرج للمبتدئين مطلوب في زيادة الوزن بشكل تدريجي، التدرج مطلوب في زيادة أيام التدريب. لاحظوا إن أول أسبوعين قلنا يوم تمرين ويوم راحة، النهاردة بقولك ممكن تلعب 3 أيام وتريح اليوم الرابع. التدرج مطلوب في عدد التمارين للعضلة الواحدة، النهاردة احنا بنلعب 3 تمارين لعضلة الصدر، إن شاء الله كمان شهر ونص هخليك تلعب 5 لـ7 تمارين لعضلة الصدر، فهمني؟ فإن شاء الله أول ما نيجي التمرين الأول بنش بريس بالبار وبعد الإحماء هنبدأ بوزن خفيف. أبدأ بوزن كام يا كابتن؟ الوزن اللي تبدأ بيه كل واحد يختلف عن التاني. أنا مبدئيا لو مش عارف مقدرتي إيه هلعب بالبار، البار ده 20 كيلو وفي منه بار 25 كيلو، سيان هنقول 20 كيلو، هتبدأ تلعب وتعمل الأداء الصحيح من 15 لـ20 تكرار، وده كده مش مجموعة، ده كده تبع الإحماء. بعد كده حط 5 كيلو يمين و5 كيلو شمال، العب 12 ل15 تكرار، بعد كده حط 10 يمين و10 شمال والعب من 10 ل12 تكرار. لو مشيت بالطريقة ديت هتلعب المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة بوزن أعلى، هتعرف الوزن المناسب. الأسبوع اللي بعده ممكن تبدأ بالبار 10 يمين و10 شمال، وده تبقى كده عرفت إن ده اللي تبدأ بيه مناسب ليك. المهم هنخش على التمرين الأول وبعديه ناخد راحة من 30 ثانية لدقيقة. طيب أنا يا كوتش ال 30 ثانية مش مكفيني، ممكن تزود لدقيقة، ممكن تزود لدقيقة ونص، وقت الراحة أنت اللي تقدر تحدده.